اهلا بيكم كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معنا النهارده هنتكلم عن محمد الدين اللي تزوج من والدته شرير السينما المصريه، واللي ما نعرفوش ان زوجته ماتت حزنا عليه. هنعرف النهاردة تفاصيل كتيرة جدا عن الفنان محمد الديب، وهنعرف تفاصيل حياته الفنية وكمان الشخصية، ونعرف يعني ايه تزوج من والدته. الفنان محمد الديب كلنا شفنا افلامه وبنحب افلامه جدا، رغم انه كان بيظهر في ادوار سنوية لكن ادواره كانت كلها مميزة ومعروفة، وكتير جدا كان بيظهر بادوار الشر، وللأسف ان هو انحصر في الادوار دي. الفنان محمد الديب من مواليد 1908، وبدأ حياته الفنية مع الفنان الراحل نجيب الريحاني، وبعد كده عمل مع نجم الكوميديا الكبير أمين الهنيدي، وكان أول فيلم ليه شارك فيه من خلال السينما عايز يتجوز بسلامته، وده كان اسم الفيلم اللي أول فيلم ظهر فيه، وكانت بدايته ومسيرته الفنية. وكمان تزوج من والدته إحسان الجزائري، وطبعا احنا عارفين مين احسان الجزائري، اتكلمنا عنها قبل كده، وتزوج من والدته في الفيلم لان هي كانت زوجته في الحقيقة احسان الجزائري، لكن هو تزوجها في فيلم لو كنت غني، وكانت ظاهرة ان هي والدته. والفنانة احسان الجزائري اتجوزها وكان بيعيش معاه حياة سعيدة جدا، وكمان كانت بتكبره بثلاث سنوات. ومن المفارقة ان في الوقت ده كان متزوج من احسان الجزائري، ويمثلوا مع بعض فيلم لو كنت غني، وقامت هي بدور والدته في الفيلم، علشان كده تناقل الاخبار وقالوا ان هو تزوج من والدته. اما عن الفنانة احسان الجزائري زوجته، هي من مواليد 1905، ووالدها هو الفنان الكبير فوزي الجزائري، واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده، واتكلمنا عن زوجته احسان الجزائري، وهو تزوج الفنانة جمالات زايد بعد وفاة زوجته الاولى احسان الجزائري. والفنان محمد الديب لما تزوج من جمالات زايد، وهي شقيقة الفنانة أمال زايد وخالة الفنانة الراحلة معالي زايد، وبعد أن تزوجوا توفت بعدها بأشهر قليلة في سبتمبر عام 1980، وعملت مع زوجها محمد الديب في مسرح نجيب الريحاني، وكانت بداية تعارفها على خشبة المسرح لأنها كانت لسه مبتدئة ولم يعرفها أحد. أما إصابة الفنان محمد الديب بالشيخوخة والزهايمر وتطورت حالته الصحية، فحالته الصحية تدهورت وأصيب بالشيخوخة والزهايمر، وكمان فضل الابتعاد عن الساحة الفنية في الوقت ده. وكرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل وفاته بعامين في عيد الفن، ورحل عن عالمنا الفنان محمد الديب عن عمر يناهز 71 عام، ورحل في 21 اكتوبر عام 1979. رحم الله الفنان القدير محمد الديب.